جاني كم في مش تصبيح وقيت لزاستيوس وقيت الجمال والرقة يا محمد الشريف وعطيني الجنجل. زيت اللوز وما نفع زيت اللوز. أما اليوم مش نحكي على جمال البشرة. تا 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 تا. زيت اللوز في علاقة بجمال البشرة. بلاي من بعد حضرنا يا نوار اللوز. فوالا محمد الشريف فوالا كيما نعرفوا الناس كلكم كل... خدمتكم زين والله كملوا احكيو كان تحبوا كان حشتكم كان عندكم تقولوا قولوا ميساج تم بعد نعمل دونك نحكيو على زيت اللوز اللي يعتبر من الزيوت الطبيعيه اللي عندها قدره فعاله وقويه في علاج جميع مشاكل البشره ومن اهم الصفات نتاعو انه يساهم بشكل كبير في تعزيز صحه البو نتاعنا ويغذيها ويمنحها النظاره الجميل التالق. هذا من الكل حسيرو يعطي أهمنا زيت اللوز على خاطر فيه برشا فيتامينات مهمة للبو وبرشا مواد وعناصر طبيعية تأثر عليها بس بيان سور إيجابيا وتتفاعل معها زيدا إيجابيا. باهي باش نبداو بالقناع متاع زيت اللوز لترطيب وتغذية البشرة. كما نعرفوا اللي احنا زيت اللوز يتمتع برشا فوائد جماليه تتعلق بجمال البشره وفما وصفه سحريه من زيت اللوز تساعد على ترطيب البشره وجعلها ناعمه ونظيره. اللي هي اللي هي نقول لك ولا مش لازم باهي مستمعين راه على اساس انت ما هكا ما هكا ما بتغطكش حكايه السحريه ذيك ها انا كي واحد يقول لي خلطه سحريه نمشي طول نعملها من غير ما دونك شنو نبداو باش ناخذوا مغرفه من زيت اللوز بلوتو مغرفه من زيت الزيتونه باش نبداو بمغرفه نتاع زيت زيتونه مغرفتين زبده ماذا بينا تكون زبده عربي ونص مغرفه عسل. هذا كل نزيدوهم مغرفه نتاع زيت اللوز نحركوهم مع بعضهم وندلكوا بهم الوجه مده 10 دقائق ونخليه بعد ما التدليك هذاك نص ساعه الوجه من بعد نغسله وشوفوا الرطابه معناها راهو خاطر ثم برشا زيوت نتاع اللوز معناها تاخذ زيت اللوز من عند الزراعي كالعاده يا اما من ذاك يا اما من الفارماسي فما في الفارماسي زاد اللي تحسوا كونسونتري برشا حط منه دي جوت واللي تحسوا معناها ريحته مش قويه برشا حط منه مغرفه صغيره. دونك كيما قلت لكم زبده زيت زيتونه زيت لوز ونص مغرفه عسل هذوما يتحركوا نعملوا به الوجه. عندنا كيف كيف القناع نتاع زيت اللوز لعلاج لي سيرن اللي تحت العينين الناس اللي عندهم برشا كحوليه تحت العينين. دونك تنجموا تستعملوا زيد زيت اللوز على خاطركم باش يرتحكم ماك الهالات هذوكم. دونك سهل برشا باش تاخذ مغرفه نتاع زيت لوز معها مغرفه نتاع بودر نتاع حليب لي بيبي هذوما لي مامون اللي عندهم حكوك بودر البيبي في الدار ياخذوا مغرفه زيت لوز مع مغرفه بودر نتاع الحليب هذاك حتى برشا ناس عندهم حليب بودر بخلاف نتاع البيبي راهو في الدار نخلطوهم هذوما زوز مع بعضهم نتحصلوا على عجينه نحطوها تحت العينين ونخليوها مده نص ساعه بعد نغسلوا وجوهنا ريزولتا طياره من اول استعمال. به عندنا زاده قناع زيت اللوز لتفتيح وتبييض البشره نعرفوا اللي كيما قلت لكم الزيت نتاع اللوز يفتح ياسر البو ويطهرها وينحي لها كل الاوساخ وكترب نتاع كل يوم نتاع الشارع الشارع هذوكم الكل. دونك الوصفه انك انت تستعملها كغسول باش تغسل بها وجهك. دونك باش ناخذوا مغرفه زيت اللوز نزيدوها مغرفه من العسل مغرفه نتاع عصير ليمون ومغرفه من خل التفاح. نعاود لكم باش ناخذوا مغرفه زيت لوز نزيدوها مغرفه عسل مغرفه عصير ليمون ومغرفه خل نتاع تفاح بيان سور نخلطوهم هذوما الكل مع بعضهم نحطوهم على البو بحركات دائريه بيدينا هكا ونخليهم مده نص ساعه ومن بعديكا نغسل وجوهنا بالماء الفاتر. باش نحكي لكم على زيت اللوز للناس اللي شفايفها تتشقق برشا معناها الناس اللي عندهم برشا شفايفهم فيسع يشيحوا ويتشققوا هذوكم يستخدموا زيت اللوز زاده باش ينحيوا المشكله نتاع التشقق نتاع الشفايف وخاصه في الصيف راهو تولي الشفايف ياسر حساسه وتتاثر برشا بالطقس هذايا سخون وساعات كي تقلب القلب هذايا نتاع سخون تولي فما شويه هواء دونك تخلي الشفايف يتهلكوا وتنحي له ماك اللون الوردي المزيان. دونك كيفاش نعملوا ناخذوا ندهنوا الشفايف نتاعنا بشويه زيت لوز في الصباح وقبل النوم سهله برشا تاخذ شويه زيت لوز تدهن به شفايفك في الصباح وقبل ما ترقد مره الصباح ومره العشيه وهكا تحافظ على ليدغاتاسيون تاع الشفايف نتاعك وتحافظ عليهم هكا اللون الغوزي المزيان ويقعدوا ديما بيان ليدغاتي ومزيانين. باهي
مرجلين مرجلين حتى. واضحين واضحين. نسكر البرنامج على كيف كيف نسكر خاطر جاي سي بون باش نسمعوا نوار اللوز. اعطينا محمد.